وداعا هكذا الدنيا لقاء ثم نفترق كحال الشمس قد مالت وراح يلفها الشفق وداعا هكذا الدنيا لقاء ثم نفترق كحال الشمس قد مالت وراح يلفها الشفق وداعا هكذا الدنيا لقاء ثم نفترق كحال الشمس قد مالت وراح يلفها الشفق وداعا 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 لا تلم قلبا طواه الهم والقلق وداعا لا تلم قلبا إذا ما ظل يحترق وداعا لا تلم قلبا طواه الهم والقلق وداعا لا تلم قلبا إذا كحال الشمس قد مالت وراح يلفها الشفق وداعا هكذا الدنيا لقاء ثم نفترق كحال الشمس قد مالت وراح يلفها الشفق وداعا 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 سنبقى مثل ما كنا لدرب الخير نستبق سنبقى مثل ما كنا زهورا زانها العبق سنبقى مثل ما كنا لدرب الخير نستبق سنبقى مثل ما كنا زهورا وداعا سنبقى وداعا هكذا الدنيا لقاء ثم نفترق كحال الشمس قد مالت وراح يلفها الشفق وداعا هكذا الدنيا لقاء ثم نفترق كحال الشمس قد مالت وراح يلفها الشفق وداعا 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 زهورا تنتشي أملا يجدد ريحها الفلق وداعا هكذا الدنيا فشمس البين قد رحلا كسيفا وهي تحترق وداعا هكذا الدنيا لقاء ثم نفترق كحال الشمس قد مالت وراح يلفها الشفق وداعا هكذا الدنيا لقاء ثم نفترق كحال الشمس قد مالت وراح يلفها الشفق وداعا 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 ثم نفترق وفي يوم من الأيام تم القبض على فتاة ثم ألقيت في السجن
ما خبرها وما قصة هذه الفتاة؟ تعالوا معنا قليلا ليحدثنا هذا الضابط عن قصتها منذ أن خلقها الله عز وجل إلى أن دخلت السجن. يقول الضابط: نشأت هذه الفتاة الصغيرة بين أب وأم كانا لا يعرفان الله عز وجل طرفة عين حقا. أما الأب فقد سقط في أوحال المسكرات والمخدرات، لا يأتي إلا على آذان الفجر وفمه يعبق برائحة السكر. أما الأم فقد سقطت في وحل الشباب والغزلات والمعاكسات الهاتفية، وكانت تذهب وتروح مع كثير من الفتيان. نشأت هذه الطفلة وترعرعت في هذا البيت. إذا كان رب البيت للدف ضاربا فشيمة أهل البيت كلهم الرقص. نشأت وترعرعت على الذنوب والمعاصي حتى كبرت وأصبح عمرها قرابة 22 أو 23، أي أنها في عمر الزهور. فسقطت في نفس الوحل الذي سقطت فيه أمها من قبل، فأصبحت تعاكس الشباب وتكلمهم وتجلس الساعات الطويلة وتخرج معهم كثيرا. وقد تعرفت على 5 شباب أو 6، وكانت تخرج معهم جميعا وتذهب معهم جميعا، وكان لهم استراحة لأن الأب كان لا يرجع إلا إذا أذن الفجر، والأم إما أنها خارجة والله يعلم مع من تخرج، أو أنها مغلقة على نفسها باب الغرفة تكلم بالهاتف. دارت الأيام والفتاة على حالها حتى أتى الله عز وجل بذلك اليوم الموعود، وإذا بالفتاة جالسة مع أولئك الشباب في استراحتهم، وكانوا يتعاطون السكر، فشرب الأول حتى بلغ الثمالة، والثاني والثالث والرابع، فلما وصل الكأس إلى هذه الفتاة حفظها الله عز وجل في تلك الليلة ولم تشرب، وإن كانت قبل ذلك كانت تشرب. فبينما الشباب قد غطي على عقولهم إذ قام أحدهم وقال: يا فلانة، وإني أستأذنكم أن ألقي كلمته بالعامية كي تتبين لنا الصورة على أجمل صورة. قال: يا فلانة. قالت: نعم. وكأني أراها وردة بين الشوك. يا فلانة. قالت: نعم. قال: أنا زاني بموت. لا إله إلا الله. فما كان من تلك الفتاة إلا أن اضطربت واشتد اضطرابها، ثم دخلت في أحد الغرف في الاستراحة، وكانت تعرف الاستراحة حق المعرفة، وأخذت الرشاش ثم خرجت على هذا الشاب وأطلقت عليه كل ما في الرشاش من الطلقات حتى خر على الأرض صريعا والدم يتصبب منه. انهرب الشباب وطاروا تطاير الجراد ولم يبق منهم أحدا، ولم يبق إلا هذه الفتاة وذلك المجندل بدمائه. سقطت على ركبتيها لما رأت الدم يثعب، ولم تمتلك نفسها حتى جاءوا رجال الشرطة وقبضوا عليها ثم أدخلوها في سجن النساء. هل انتهت القصة؟ لا. تقول أحد الشرطيات نقلا عن هذا الضابط: لما قبضت على هذه الفتاة وأدخلتها في السجن وقفت ولم تتحرك، وأخذت تنظر يمينا وشمالا لا تدري ما الذي يدور حولها. ترى بعض النسوة يقفن ثم ينثنين ثم يخررن على الأرض ثم يقفن مرة أخرى. فقالت الفتاة للشرطية: ما هذا؟ ما هذه الحركات؟ قالت الشرطية: ألست مسلمة؟ قالت: بلى أنا مسلمة، ولكن ما هذه الحركات؟ قالت الشرطية: هذه الصلاة ألا تصلين؟ قالت: والله إني أول مرة أرى هذه الحركات. تعرفون لماذا؟ لأن أبوها كان منشغلا عنها ولم يدخلها المدرسة، وأمها كذلك، فلم تعش إلا على الضلال والضياع والإهمال. المهم يا عباد الله، تقول الشرطية: فانزعجت لها وقبضت عليها أسبوعا كاملا أو يزيد، وأنا أعلمها مبادئ الإسلام والصلاة وبعض القرآن، حتى دخل الإيمان في شغاف قلبها ولامس أوتار روحها وأصبحت مستقيمة على دين الله عز وجل حق الاستقامة. ولم تقف عند هذا الحد، بل إنها ضربت أروع الأمثال في الدعوة إلى الله عز وجل، كما تقول الشرطية نقرا عن هذا الضابط: فلا تدخل فتاة في قضية زنا أو قضية سرقة أو أي قضية إلا تمسكها هذه الفتاة على جنب وتذكرها باليوم الآخر وبما عند الله عز وجل من الثواب والعقاب.
فقلبت السجن إلى واحة دعوة إلى الله عز وجل. تقول أحد الشرطيات نقلا عن هذا الضابط: كنت في ليلة من الليالي أدور وأصول وأتجول بين الغرف والعنابر في ظلمة الليل، وإذا بي أرى نورا يتشعشع في أحد الغرف، فانطلقت إليه، فلما دخلت وإذا بتلك الشابة قائمة ناصبة قدميها بين يدي الله عز وجل تصلي الليل في جوفه، يا حبذا عينان في غسق الدجى من خشية الرحمن باكيتان. يقول الضابط: في خضم هذه الأحداث كلها جاء قرار القصاص، فطرقته وجعلته في درج المكتب ثم أغلقت عليه وقلت في نفسي: هذه الفتاة غنيمة باردة، أصلحت لنا السجن وكفتنا كثيرا من المشاكل نتركها فيه تدعو إلى الله عز وجل. ثم ذهبت إلى بيتي. مر يوم أو يومين أو ثلاثة وإذا بأحد الشرط يتصل علي ويقول: تأتي بأسرع سرعة لأن تلك الفتاة اضطربت واغدلمت في مكتبك، تريد أن تقابلك الآن. فما كان مني إلا أن لبست لباسي ثم انطلقت إلى المكتب. فلما دخلت عليها قلت: ما الذي تريدينه؟ ولماذا كل هذا الإزعاج؟ فقالت: يا أبا فلان، أسألك بالله، أقرار القصاص قد صدر أم لم يصدر؟ قلت لها: وما شأنك وما دخلك؟ إن صدر فنحن المسؤولين بتنفيذه، وإن لم يصدر فنحن المسؤولين عن تأخره، اذهبي إلى مكانك في السجن. قالت: أسألك بالله، إن كان قرار القصاص قد صدر، أسألك بالله إن كان قرار القصاص قد صدر ألا تؤخره أبدا، إن كنت تريد لي البقاء في الدنيا فإني قد اشتقت إلى لقاء ربي، ووالله إني منذ 3 ليال وأنا أرى منامي أو أنا أرى موطني في الجنة في المنام. سبحان الله، ما بين غمضة عين وانتباهتها يبدل الله من حال إلى حال. إن كنت تريد لي البقاء في الدنيا فإني قد اشتقت إلى لقاء الله، وإني منذ 3 ليال وأنا أرى موطني في الجنة في المنام. يقول الضابط: أخرجت لها قرار القصاص فسرت وهدأت، ثم قالت لي: يا أبا فلان، أريد منك حاجتين، أريد منك حاجتين. فقلت لها: اسألي ما تريدين. قالت: أما الأولى فإذا جمع الله عز وجل الخلائق يوم القيامة ولم يبقى أحدا من الخلق إلا وقد جاء به الله عز وجل، فإني لا أعرف أحدا من هؤلاء كلهم إلا أنت، إن خرج مني قبل القصاص أو بعد القصاص قدر أظفر. اسمعي إلى العفاف أيتها المرأة، تقول: لا أعرف أحدا يوم القيامة بين يدي الله عز وجل إلا أنت، إن خرج من جسدي قدر أظفر قبل القصاص أو بعد القصاص. قلت: إن شاء الله، وما الثانية؟ قالت: أما الثانية فإذا دنا مني السياف ليضرب عنقي فأخبرني لأدعو الله عز وجل بما أريد. قلت لها: إن شاء الله، فانصرفت. فجاء ذلك اليوم الذي اجتمع فيه من الخلق ما لا يعلم به إلا الله. فلما أنزلت الفتاة في ساحة القصاص كشفوا عن عينيها وأخذت تقلب بصرها يمنة وشملة وتقول: لا إله إلا الله الذي خلق هؤلاء، ولا إله إلا الله الذي يحييهم بعدما يميتهم. ثم اقتربت منها وقلت لها: يا فلانة، لقد دنا السياف منك. يقول: فرفعت أكف الذراعة إلى الله، ثم أخذت تدعو بلسان حار محترق من أقصى قلبها، تدعو على أمها وأبيها بالويل والثبور. يا لله، كيف تدعو على أمها وأبيها وهم حشاشة جوفها وريحانة قلبها؟ تدعو عليهم لما تذوقه في قلبها من الحسرة والألم لما وجدته بين أولئك الشباب، عفوا، لما وجدته بين أولئك الذئاب الذين نهشوا عرضها وأكلوا شرفها. تدعو على أمها وأبيها لأنهم أبعدوها عن الصلاة التي وجدت فيها اللذة الإيمانية. تدعو على أمها وأبيها لأنهم أبعدوها عن دين الله عز وجل ولم يقربوها منه.
ضرب عنقها وتدحرج رأسها أمام الناس، ولم تنتهي القصة عباد الله إلى الآن. يقول هذا الضابط: اهتممت لها اهتماما شديدا وسألت عنها بعض قريباتي، فقالت لي: لو رأيت مغسلة الموتى كيف كانت مزدحمة بالنسوة، والله لم يبقى امرأة حافظة لكتاب الله ولا داعية إلى الله ولا مستقيمة إلا وقد حضرت الغسل وارتفع اللجاج في المغسلة، كل واحدة منهن تقول: أنا أغسلها أنا أغسلها، حتى قامت أحد النسوة وقالت: نجعل قرعة بينكن، ومن خرجت عليها تغسلها هي. سمعت أيها الأب؟ سمعت أيتها الأم؟ أبناؤنا وبناتنا تشردوا بالذنوب والمعاصي، مزقتهم القنوات الفضائية وسحقتهم البلوتوثات، أصبحوا لا يدرون أين يذهبون، لا يعرفون درب المسجد، تراهم دائما أمام شاشة التلفاز أو أمام شاشة الكمبيوتر. عبد الله، وأنت يا أمة الله، أعرف أني قسوت باللفظ وشددت بالعبارة، ولكن والله ما هذا إلا لحرارة في قلبي على ما يحدث لبنات المسلمين وشبابهم. وإني أحذركم قول الله، أحذركم قول الله، وإذا قال الله بطل كل كلام. فاسمع بأذن قلبك أيها الأب، واسمعي بأذن قلبك أيتها الأم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس، وأنا وأنتم من الناس نارا وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا علام، يا من بنيت دار السلام، أصلح لنا النية والذرية. اللهم أصلح لنا النية والذرية. اللهم أصلح لنا النية والذرية، وارزقنا من أولادنا وبناتنا قرة عين في الدنيا والآخرة. اللهم لا تجعل لنا ذنبا في هذا المقام إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته. ربنا تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا ربنا تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واستر سخائم قلوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع، اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع، اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع ودعاء لا يسمع ومن نفس لا تشبع ومن علم لا ينفع، نعوذ بك من هؤلاء الأربع. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة رقمتك وجميع سخطك برحمتك يا أرحم الراحمين.